وقال الانترنت كل نهار يقيس يخرس اخبار يخلق للعالم هو وانا تم قاعد هنا يجيني هو يجيني يدخل الماركات اغلوها. هو اسمه احمد وابوه قال حمد المختار وامه قالها فاطمته رقم هو راعي 22 27 65 54 هو قال ان خلق دون راسه هو استغرب هاي اللي خلق له مرة قال الحمد لله عتبت هاي اللي خلق له ما خلق له وقال انا قلت قاعد السنغال قاول هي ونيكسا قدروا ما يخالي نيكسا لسه كوسات وقال انه كان صغره كان صغر بادي كان يقرا هي وقال اصلا كان يقرا قران اسمع وعنده هلت هزاك هو قال انكم كان البن هنا كان هو من زمن وايد كان بلانتو كنا هو يك لي داره اللي البن هلا اللي البن اربع الحمد لله الى الان هو هون الحمد لله مراسمي هون شفت هو قال عنكم هو شغل هون اللي اتاي وبالي ويقدام فودات وتشوف هاي كان هم ما شاء الله هو اللي ساري بعدي خالق مول ياسر المسائل هون بالاداره هو اللي والعرب هش في بركه منزلات في دايوخه وكم واقف كم يقبل وفاتي عنده هو اسمع الحمد لله مدير رادي هنا اسكان مدير رادي ما يشوف شي خاص ما يجي معلم الاداره وقال انت تكلم الناس اللي يفهمهم اللي شعر واحدين يفهموا واحد يقول ما يفهموا اللي شعر اسمع ولكن احنا في بينا واحد منا ما يعرف اللي شعر هو على بد عيط واحد منا كيف انا ولا مبارك ولا ابو بكر ولا سوي ونحن نوضحوا له الحين حد ما يفهم يكتب حد ما يفهم يكتب بالعربي الحين يمشي يسري تليفون عاد كل اللي رقاش يقوى رقم التليفون يسجلته لين ما نهلي سو رقم فلان ما هو عنده يخاو ده يسوي ما كان يسوي وقال الانترنت كل نهار يسوي يخرس اخبار يخلق للعالم هو وانا تم قاعد هنا يجيني هو يجيني يخلق ما كان يتم انا قاعد هو قاعد انا ما نحس به يسمع مولي يرتد مولي ناس ما يسمع كذا يرد هو خارج قال انا والدي ساكن صور بادي والاول مسير له كل شهر ما شاء الله احنا شاهدين لي تبع لي اخوه اصغر منه يقرا محاره يجي هو يعطيه عقيات يمشي والدي كل شهر وقال يبقى لا يقرا كان يبقى لا يقرا قران